اللي كنت صغير ما نكتبش عالستر طمع في شهرية 30 مرة في الشهر ما فهموش الهدرة يحكوا في لغة بالزهر جيت فحوم العيساوية الناس اللي تمشي عالجمر باللي كنت صغير ما نكتبش عالستر طمع في شهرية 30 مرة في الشهر ما فهموش الهدرة يحكوا في لغة بالزهر جيت فحوم العيساوية الناس اللي تمشي عالجمر الوقت طويل كانت عد ثبت في البياسة دقى فيها حد مقعد ناس تحب تتدخل ناس فيك تلقن شيء ما ولا يسقم حتى فطور نهار لحد تسكت ما تنجمش حاشا كان وعد يا حسرة ما عادش لغة تخبي شيكش حد طالب مني دقيقة لحظة هاني جايك واللي كانوا كريك توا ما ولاوش عب هيا تصور حتى الدنيا صغرت ناس تحب الكذب حتى للحقيقة نغرت جي الصوفية كيف جبت السوفل واني كبر في تكويرة تبدا مسبح طوف المغرب هم الجمعة والسبات ركع نهار الجمعة وثم بلعب في الشبات ما عندي ما نشوف كان نجري سبل تلفة جاو نكور على المزفة صبي يخرج من السبات برسي فكرة نشتر واللي عنده عامة وبيها تشهر تحمي عينك بيدك ما تعملش عشفر ما تبدلش ثنيتك وانتي ماشي لشتر باللي كنت صغير ما نكتبش عستر طمع في شهرية 30 مرة في الشهر ما فهموش الهدرة يحكوا في لغة بالزهر جيت فحوم العيساوية الناس اللي تمشي عالجمر باللي كنت صغير ما نكتبش عستر طمع في شهرية 30 مرة في الشهر ما فهموش الهدرة يحكوا في لغة بالزهر جيت فحوم العيساوية الناس اللي تمشي عالجمر